عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، والآن سننتقل إلى البطاقة التاسعة، وهي خاصة بالهندسة المستوية، وهي مجموع قياسات زوايا مثلثات خاصة. هذه البطاقة تتكون من تمرينين. التمرين الأول كيقول حساب قياس الزاوية التي رأسها اي مع التعليل في كل حالة من الحالات التالية في ثلاث في أربع حالات. لكي نجد قياس الزاوية اي في كل من هذه الحالات يمكن أن نذكر أو نتذكر هذه القواعد. القاعدة الأولى مجموع قياسات زاوية مثلث كيف كنعرف هو في مثلث هو 180 درجة. ثم كذلك مثلث متساوي الساقين كيكون له زاويتين متقايستين وضلعان أو ضلعان متقايسان. أما المثلث متساوي الأضلاع كيف كنعرف عزيزتي التلميذة عزيزي التلميذ هو مثلث جميع أضلاعه متقايسة، كذلك جميع زواياه متقايسة، وقياس كل واحدة منها كما كنعرفوا جميعا هو 60 درجة. أما المثلث القائم الزاوية هو مثلث له زاوية قائمة. هذه القواعد اللي يمكن نعتمد عليها من أجل إيجاد قياس الزاوية إيه في كل حالة من الحالات ذكرنا سابقا حول المثلثات في الحالات الأربع. إذا بعد أن تبحث قليلا أو تبحث عن قياس الزاوية قارن إجابتك مع الإجابة اللي غادي نعملها الآن في التصحيح التالي. إذا بالنسبة للحالة الأولى كما قلنا المثلث AE المتساوي الساقين في E لأن في المعطيات AE يساوي EL ومنه أو لو بالتالي الزاوية A تقيس الزاوية L لما يكون مثلث متساوي الساقين يكون زاويته القاعدة متقايسة إذا A تقيس L. بما أن L قياسها 30 درجة إذا A يساوي 30 وبما أن مجموع قياسات زاوية مثلث هو 180 درجة فإن الزاوية A تساوي 180 ناقص بين قوسين مجموع قياس الزاويتين الأخريين وهي A زائد L. بما أن كما قلنا A تساوي L إذا 30 زائد 30 هي 60 ومنه الزاوية A قياسها 180 ناقص 60 وبالتالي الزاوية A قياسها 120 درجة. إذا في المثلث الأول الزاوية A قياسها 120 درجة. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية ديال المثلث CBE المتساوي الساقين في الرأس إي. علاش؟ لأن حسب المعطيات عندنا سي بي يساوي سي إي. كما قلنا إذا كان له ضلعان متقايسة فهو متساوي الساقين أي له زاويتين أيضا ديال القاعدة كيكون متقايسة هنا بي تقايس الزاوية إي. بما أن الزاوية سي فيها 30 درجة إذا كيبقى لنا الزاوية بي والزاوية إي هما متقايستان وقياس كل واحدة منهما هو مجموع قياس الزاوية المثلث كامل ناقص قياس الزاوية سي مقسومة على جوج على اثنان ومنه اي تساوي 180 ناقص 30 اللي هو قياس الزاوية سي حسب المعطيات تقسيم جوج. 180 تقسيم 30 هي 150 150 تقسيم جوج يساوي 75 درجة وبالتالي قياس الزاوية اي في هذه الحالة الثانية هو 75 درجة. والآن انتقل إلى المثلث الثالث اللي هو ABE المتساوي الأضلاع. كما قلت لكم في التذكير السابق أن كل مثلث متساوي الأضلاع جميع أضلاعه متقايسة. بما أن مجموع قياس الزاوية 180 والزاوية كلها متقايسة إذا الزاوية B تقايس الزاوية A يساوي E يساوي 60 درجة وبالتالي الزاوية E قياسها 60 درجة. ننتقل للحالة الرابعة اللي هو مثلث قائم الزاوية في A والزاوية فيها 60 درجة. إذا نعلم أن مجموع زوايا قياس زوايا مثلث مجموع قياسات زوايا مثلث هو 180 درجة. بما أن الزاوية سي فيها 60 والزاوية أ فيها 90 لأنها زاوية قائمة فإن الزاوية إي تساوي قياس الزاوية إي يساوي 180 ناقص مجموع قياسي الزاويتين أ و سي. أي الزاوية إي أو قياس الزاوية إي يساوي 180 ناقص بين قوسين 90 زائد 60. يعني أن قياس الزاوية إي يساوي 180 ناقص 150 وبالتالي قياس الزاوية إي في هذه الحالة الرابعة والأخيرة هو 30 درجة. والآن سننتقل إلى التمرين الثاني. إذا التمرين الثاني كيقول في كل حالة احسب قياس الزاوية سي وحدد طبيعة المثلث أ بي سي. إذا نفس الطريقة اللي عملناها سابقا غير هنا غنزيدوا طبيعة المثلث من غادي نحسبوا قياس الزاوية سي في كل حالة من الحالات الثلاث. مثلث متساوي الساقين له زاويتين متقايستان، مثلث متساوي
الأضلاع جميع زاوية متقايسة، ومثلث قائم الزاوية كما قلنا عنده زاوية قائمة. إذن المطلوب هو حساب قياس زاوية سي في كل حالة من حالات ثلاثة. إذن يمكنك عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة أن تقارن إجابتك وإجابتك مع التصحيح اللي غادي نقوم به الآن. الحالة الأولى لدينا ABC مثلث قائم ABC مثلث حيث A يساوي قياسها 55 درجة والزاوية التي رأسها بقياسها 35 درجة. المطلوب قياس زاوية سي، إذا كما قلنا سابقا مجموع قياسات زاوية مثلث 180 درجة، إذا قياس الزاوية التي رأسها سي هو 180 ناقص مجموع قياسي الزاويتين التي رأسهما A و B، أي قياس زاوية سي يساوي 180 ناقص 55 زائد 35. إذا الزاوية سي يساوي 90 درجة. كل مثلث له زاوية 90 درجة يعتبر مثلث قائم الزاوية. إذا ABC مثلث قائم الزاوية في سي. الحالة الثانية لدينا المثلث ABC قياس زاوية A 55 درجة و B 70 درجة. المطلوب هو حساب قياس زاوية سي، إذا كما قلنا سابقا مجموع قياسات زاوية أي مثلث هو 180 درجة. بما أن الزاوية التي رأسها A قياسها 55 و B قياسها 70، ومنه قياس زاوية سي هو 180 ناقص 55 زائد 70، أي قياس زاوية سي هو 55. هذا المثلث له زاويتين متقايستان سي 55 والتي رأسها A 55، يعني أنه مثلث متساوي الساقين في الرأس B. الحالة الثالثة لدينا المثلث ABC قياس زاوية A فيها 60 والزاوية B فيها 60، أي هذا المثلث متساوي الساقين له زاويتين متقايستان. بما أن مجموع قياسات زاوية مثلث هو 180، وإذا جمعنا 60 زائد 60 كتعطينا 120، إذا نقصناها 180 كتعطينا 60، إذا قياس الزاوية سي هو 60 درجة. إذا يعني أن هذا المثلث له ثلاث زوايا متقايسة، وهي A قياس الزاوية التي رأسها A، رأس الزاوية التي رأسها B تقايس الزاوية التي رأسها C يساوي 60 درجة. إذا المثلث ABC متساوي الأضلاع. وبذلك عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة نكون قد أنهينا هذه البطاقة. والسلام عليكم.